ستكون الحياة بسيطة جداً إذا تكاتفنا مع بعضنا البعض وإذا حنت قلوبنا لبعضنا البعض، فهذا ما سيجعلنا نرتاح ونعيش بسعادة وراحة دائمة. عدنا إليكم من جديد لنتعرف على قصة جديدة للفقرة الثانية من برنامج سنة بلا الخير، ابقوا معنا. بيوت كثيرة تغلق أبوابها على أسر لا يعلم بحالها إلا الله. عزة النفس منعتهم عن السؤال والبحث عن حلول لمشاكلهم، فلا يستطيعون الصمود، كحال العشرة أطفال الذين يعيشون مع والدهم ووالدتهم في بؤس وشقاء. الآن أخي حرق وعينه توجعه وما قدرناش نعالج عينه. الآن إحنا جالسين الدنيا حالنا تعب وما عد قدرنا ندخل لا مدرسة ولا عد معانا أي شيء. هذا حالنا تعب والله الحمد والله أن يلا ما أجرنا لا ندرس ولا نفعل شيء. أكبر أولادهم علي أصيب بحريق أفقده متعة الحياة وغابت عنه الابتسامة بعد أن التهم الحريق جسده وفرحة قلبه. تم إسعافه بعد الحادث لكن دون جدوى، حيث باع والده كل ما يملك من أجل علاجه. أنا أشغل هالماطور عبي الخزان قرح الغاز. إيش اللي حصل؟ حرقت وسط البير، الآن جسمي كله محروق. إيش اللي حصل لي يا عم حسين؟ حسن راح يبي الخزان ماء ونزل في البير يشغل، والغاز كان منسم طار البير، وأثناء ما شغل الماطور قرعت البير فيه وتم إسعافه في المستشفى لأنه 5 شهور، وأنا ما قدرت يعني أسوي أي حاجة، ما عمليات ما عملية لإيده، وأنا ما عنديش فلوس. أجزت ساعدونا للخير شوية وخلاص. أنا أجز أنا لاجه، وقالوا لي أجلس في صنعة هناك شال براد وكذا، ما أبش زرق أجلس. روحت هنا إجباري، فقد إحدى عينيه وأصبح لا يرى إلا بواحدة. عملية جراحية كفيلة بإعادة بصره إليه بقدرة الله وتخفيف ألمه من لهيب الحريق الذي جعل جسده مقطعاً بلا أعصاب. نقوم فعلي نتعاون مع هذا الشخص المصاب علي حسين أحمد محمد زحيم، حيث أنه قد أصاب في حريق في وسط البيئة ويحتاج إلى ملابس ضاغطة وإلى عملية إلى عينه، وهو في حالة صعبة ووضعية صعبة. نقوم فعلياً نخاف التعاون معه. هذا يحتاج عملية، هذا يحتاج عملية فك شدود يقول، هذا يحتاج عملية كله فك شدود، إنه ما تتحركش كثير وما تمتدش ثاني. اليدين هذا ما تمتدش، تمتد بس لا فك الكرية بس، تحتاج إلى فك شدود. مراجعة كل بعد أربع شهور، ده حنقد مضان شهرين ونص، باقي شهر ونص موجود كرت المراجعة. والله ما تقدر تسرحه ولا أكبر. والله ما قدرتوش أده خل حتى أجلس في صنعاء يعني لمدة أسبوع على أساس يبرد ويرتاح شوية ويخف من هذه الندبات من إينه الآن في هذا الوضع الآن تنزف واصل أكثر أوقات. أيوه.
في اكثر الاوقات اينو من شده الحر هنا والهواء يعني تنزف تدري فواصل الدموع بدها قريبه ان شاء الله. ما مراجع اليوم الربوع ما قدرتش اطلع. ملابس قطنية خاصة يحتاجها تقدر تكلفتها ب 1875 دولار وعلاج فوري لحالته لإعادة أوصاله المقطعة وحياة وجب تجديدها في انتقالها من سكن بني من الطين وجزء منه مغطى بأكياس عادية ومطبخ في حرارة الشمس لا يجدون فيه قوت يومهم. ومطلوب الآن ملابس ضاغطة قدر مبلغ 1847 دولار من غير العلاج حقها من غير يقولوا السيليكون من غير المراهم وغير وما قدرناش نسوي له أي حاجة منها. 1847 دولار هذه موجودة هنا من غير العلاج حق كل مدة سنة علاجات المرهم 10,000 كل شهر يشتي 4 مراهم في كل شهر في الأسبوع 1 مرهم في الشهر 4 مراهم ب 40,000 يعني لمدة سنة. والسيليكون السيليكون هذا يستخدم تقريبا حوالي شهرين مدري كم. القطعة ب60,000 القطعة أصغر من هذه ب60,000 يعني كل يد تحتاج واحد والوجه تحتاج والرجل تحتاج والفخوذ هذا تحتاج كلها ما قدرناش لكن نقول الحمد لله على قضاء الله. مقومات هذا المنزل البسيط في أي حياة كريمة تكاد تكون مفقودة. لا ضوء لديهم من طاقة شمسية ولا مراوح تخفف من حرارة الجو. إنها المأساة التي تعيشها أسرة علي. تعباني حالنا مقدرناش كان أخوهم في صنابهم مشنية مقدرنا نشتري لهم حتى قلم ولا دفتر يدخلوا المدرسة. ولدي تعبان معانا كل حاجة بيناه كانوا تعبان. معنا ذهب معنا دواب بيناها كان تعبان. والله يا أخي ما معنا حاجة لا معنا لا مروحة ولا حاجة عيالي والله في الأرض يسبحون. كان معايا هذا الولد شاكي عليها نقطع لهم حطبات ويبيها ومن بعده والله الحمد لله أبوهم تعبان عنده الكر ما يمشي إلا حبوب. والآن هنا في منطقة حارة لا مروحة ولا طاقة ولا معنا شيء لكن الله فيه. أنا أشد فاعلين خير بعد هذا الولد الشاب وجزاهم الله الخير. نرجو التبرع على هذه الأرقام 717-55-8-44-63 والرقم الثاني 716-162-582. علي ينتظر إنقاذه من عواقب حادثة الحريق التي أصيب بها عمليات عاجلة وملابس خاصة وأدوية مستمرة بالإضافة إلى الرأفة بحالة أسرته التي أنهكها الضيق والمعاناة. الأعزاء جميعاً يمكنكم الاتصال والتواصل مع الحالات من خلال الأرقام التي ظهرت أسفل الشاشة فلابد أن نقول لهؤلاء الحالات لا تيأسوا من رحمة الله ولا تقنطوا من رحمة الله فالخير سيأتي بإذن الله. إذن نكون هنا قد انتهينا من مشوار حلقة اليوم. أتمنى أن أراكم في الأسبوع المقبل وقصص إنسانية أخرى. إلى اللقاء.